طريقي وحلمي أخدوني لدولة أنا بعتبرها من أقرب الدول ليا لقلبي، دولة رحتها في الصيف وفي الشتاء. في الصيف كانت درجة الحرارة بتوصل لحاجة 40 درجة مئوية، في الشتاء درجة الحرارة بتوصل لحاجة 30 درجة مئوية تحت الصفر. هي دولة الصين الشعبية، تاني أكبر دولة في العالم، دولة كتير من الناس بيعشقوا إن هم يروحوها، دولة ما فيهاش فيسبوك، ما فيهاش تويتر، ما فيهاش يوتيوب، فيها حكومة شيوعية ماسكة جدا على الشعب بتاعها، ولكن الدولة دي لو رحت بيها بالتور جايد بتاع السنة اللي فاتت هتتوه فيها. ومش عشان هم تاني أكبر دولة في العالم، ولكن عندهم أكبر نسبة نمو في الدنيا كلها. المدينة ممكن تبقى ماشي فيها النهاردة صحراء، تيجي كمان شهرين تلاقي يبانوا فيها عمارات وناطحات سحاب ومتروهات وحاجات كتيرة جدا جدا جدا. هنروح نشوف كده على الخريطة فين الصين دي ونرجع تاني إن شاء الله. أينما وجد التنين وجدت الصين، الإله التنين، عام التنين، حاجات كتيرة جدا في الصين فيها التنين. أحلى حاجة شفتها في الصين الصواريخ يا جماعة. إحنا ماخدين في مصر إن الصواريخ كده الصفرة بتاعتنا دي، الصواريخ في الصين احتفالا بعام التنين حاجة تانية خالص. أصغر صاروخ شفته حاجة قد كده، وبعدين في كده، وبعدين في بكرة يقول لك 70,000 صاروخ في بعض وكلها على بعضها ما تكملش 60 جنيه. احتفالية عام التنين في الصين 7 أيام ضرب صواريخ ليل نهار. لازم تعمل حسابك عشان انت لازم تضحي عشان التنين، فمش هتنام 7 أيام ضرب صواريخ طول اليوم. خلينا نشوف. عمنا عيني ما عندوش حد يلعب معاه فوق الليج نسلي. عمنا عندنا في الوسط هنا يا جماعة حفلة عشان فاطر عيد السنة الجديدة. Happy New Year! منظور ريتو يوزا! شاندا! ويتا! خلاص! خلاص ما كناش عايزين يموتونا النهاردة. فخور بكين يا جماعة، ويلكم. الصين مش بس بيهتموا ان يكون صناديق الزباله موجوده في كل شارع، ولكن عندهم الحمامات العموميه الحكومه مهتميه بيها جدا جدا جدا. في كل شارع في الصين لازم هتلاقي حمام عمومي. خلينا نشوف. دول حمامات هنا public toilets، حمامات عمومي. عايزكم تشوفوا كميه العجل الرهيب اللي هنا ده. تخيلوا قطر بحاله في الصين انا وزعت عليه لب، كل واحد اخد كبشه لب زي كده في ايده. عايزكم تتفرجوا على منظر الصينيين وهم بياكلوا اللب، يا بياكلوه كده وبيبلعوه يا بياكلوه بالعكس. احنا عارفين ان احنا الدب دايما بيتقزقز من قدام، هم بيقززوه من ورا وبيقعدوا يكسروه في الاخر ما بيعرفوش شكله. تعالوا نشوف. ده مكتب حجز التذاكر بتاع القطر.
51 شباك. هنرش رشة جريئة من لب صلاح الدين. احنا كنا هناك وبعدين هنطلع فوق ان شاء الله هناك خالص. احنا علينا ان احنا نعدي الجبل اللي ورانا ده عشان نوصل سور سيناء عظيم ان شاء الله. الناس بتشوف الاحياء الفقيره ما بتعدي السيل. This is the great wall in Zhangjiakou. ألزز بنيات ما شفناها النهارده عند سور السيل العظيم. معبد الجنة، مفيش حد في الدنيا هيروح بكين العاصمة الصينية غير لما يعدي على معبد الجنة. آلاف السياح، آلاف الصينيين واقفين طوابير صيف شتاء عشان يدخلوا معبد الجنة. طبعا دخلنا، أول حاجة بيدوك خريطة كبيرة جدا لمعبد الجنة، بيدوك سي دي معبد الجنة. بعدين دخلت جوه المعابد لقيت إن الناس، كل الناس دي رايحة عشان تشوف حاجات صغيرة جدا، حاجات كروكي، لقينا ورق ملزوق على الحيطة، حاجات كلها ولا 0.1% من اللي موجود عندنا في مصر. يا جماعة لازم نهتم بالسياحة، السياحة لو اهتمينا بيها في مصر والله هتأكل المصريين ذهب. أحمد حاجوفيتش في تيمبل أوف هيفن أو معبد الجنة مع دول قدام الحرب هنا. شيزرزين تقريبا. احنا جوه معبد الجامع. راس السنة الصيني أو عام التنين كنا هناك في بكين، وكان عازمنا على العشاء صديقنا الصيني العم هاو، وعيلته كلها كانت موجودة على الترابيزة. عزمونا على العشاء فإحنا بننقي في المطعم الأكل، فعرفوا إن إحنا بناكلش خنزير. ناس محترمة جدا قالوا لنا احتراما ليكوا إن كنتوا بتاكلوش لحم الخنزير، إحنا مش هننزل أي حاجة فيها خنزير على الترابيزة. خلينا نشوف إيه الحاجات التانية كمان نزلت على الترابيزة معنا. Tonight we have no pork at this table to respect you. احتراما لينا عشان احنا قاعدين معاهم هنا على الترابيزة، فبيقول لك هم مش هنزلوا خنزير النهاردة. يا جماعة حتى في الصين في كنتاكي عادي، كنتاكي مضروب، وفي الأكل بقى العادي الشعبي كده في الشارع في كل حتة. الحرية والفرح والسلام، عالم واحد متحد بلا عنصرية بلا حدود، دي رسالة اللي أنا شايلها معايا ومع علم مصر لكل دولة بروحها حول العالم. الصينيين حبوا جدا الرسالة بتاعتي دي، وبجد حسيت قد إيه هما شعب مضياف وقد إيه شعب مرحب جدا بالمصريين عندهم. ولكن حاجة أنا عايز أقولها لكم، إن بجد الشعب الصيني بيعشق الرياضة، الأطفال الصينيين لازم يلعبوا رياضة، دي حاجة منتهية، لازم أي طفل صيني يلعب رياضة إن هو صغير خالص عشان خاطر يبني نفسه، وعشان خاطر بجد لما يكبر يحس ان هو حاجه. حاجه تانية يا جماعه، ان الشعب الصيني اللي ما بيشتغلش فيه يقول لك انا احسن لي ان انا اموت، اشتغل اي حاجه ولو بدولار في اليوم احسن من ان انا اقعد عاطل.
استاد سباحه في العالم في القاره الاولمبيه. هنا بيرسم الالهه وبيصنع الاله نفسه. حيوانات بيت حيوانات بكين. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه اسمه المان وولف. اكلت الدب ايس كريم. احمد حجاج فيتش من بكين الصين. شوفوا على خير.